هذه قضية كثير من العلماء عليها على فكرة. إذا الحديث لم يوافق القرآن يتركوه ويقولوا ويردوه، ضمن العلماء من يفعل ذلك. لكن في بعض العلماء يقول قد يقصر فهمنا فنعتقد معارضته للقرآن وهو غير معارض. فمثلا خلينا أديك مذهبين من العصر الحديث. الشيخ محمد الغزالي، ده الشيخ محمد الغزالي مكين في القرآن الكريم، ساعة ما يلاقي الحديث مالوش سكة مع القرآن حتى لو في البخاري ومسلم يقوله مع السلامة، تمام. الشيخ القرضاوي بقى مختلف شوية. الشيخ القرضاوي يقول ايه؟ اتوقف او الحديث صحيح اتوقف لعل يأتي احد فيستخرج او يوفق ويكون اكثر علما، يتح له ما لم يتح لنا مثلا يعني، فيستطيع ان يوفق بين الحديث والايه والقرآن، وبخاصة اذا كان الحديث صحيح، وبخاصة اذا كان الحديث ايه صحيح. وضحت كده؟ يعني مثلا خلينا ندوكم مثال. لما حديث سحر النبي، تمام، الشيخ الغزالي بيرفض ليه؟ بيقول لك القرآن بيقول ان المشركين يقولون على النبي ان تتبعون الا رجلا مسحورا، نقوم احنا نجي نقول لهم انه الصح. بنجيب لهم دليل على اللي ربنا بيقول انهم افطروا به على ايه؟ على النبي. كيف نقبل هذا الحديث؟ الحديث في البخاري، تمام. يجي مثلا الشيخ رشيد رضا قبل الشيخ الغزالي طبعا، يقول ايه؟ يقول ان السحر هنا سحر مرض وليس سحر عقلي، يعني النبي نفسيا وعقليا لم يتأثر، فعقله متقد ونفسيته سليمة، ولكن مرض كأي مرض عضوي جائز على النبي، فالنبي مرض أمراضا عضوية، جاءته حمى سخن تعب كده يعني، شو رأيه ليه؟ فيجوز عليه هذا. فقال انه كان من انواع المرض الايه العضوي. لكن يعني حتى هو حاول الشيخ رشيد رضا الحقيقه اجهد نفسه كثيرا، لكن السحر في الحقيقه يعني حتى نص الحديث لو تقرؤوه تجدوا انه يقول يهيئ اليه انه ياتي اهله ولا ياتي. فكلمه يهيئ دي لا تقبل على النبي ولا لحظه في حياته، لأن يهيئ إن نزل عليه الوحي وما نزلش. ها؟ وصلوا لما نزلت عليه إنهن للغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، كانت سهوة وشيطان نزلها على لسان، وده اللي خلى المشركين سجد. هذا كلام غير مقبول، لكن يعني حتى لا نقع في إشكاليات، هو البخاري يعني في النهاية مجمل ما عنده صحيح. لكن لا، احنا اذا احنا الان بنلوم على الشيعة الامامية انه اعطوا عصمة لسيدنا علي، نقوم احنا ندهن البخاري وهو اقل من سيدنا علي؟ ينفع هذا الكلام؟ ما احنا كده ادينا له عصمة، صح ولا لا؟ فاحنا خلينا نكون متوازنين، يعني اذا وجد مثل هذه الاحاديث خلينا على الاقل على منهج القرضاوي نسيبه كده. القرضاوي الغزالي يرد القرضاوي يعني بيقول لك نسيبه، لعل حتى شيخ القرضاوي ذكر حديث صحيح وقال انا هسيبه كده جايز حد يرده، بس الحقيقه انا مش عارف ليوم القيامه كيف هيترد الحديث ده. الحديث ده بيقول الوائد والموؤود في النار الا اذا تاب. الوائد والموؤود، فالشيخ الغزالي بيقول واذا الموؤوده سئل باي ذنب ايه كيف تدخل النار؟ بنص الحديث كيف تدخل النار؟ وبعدين الا اذا تاب، ادينا فرصه للوقت لان الموءوده ماتت ملهاش توب. الشيخ غزالي بيقول ايه؟ الشيخ القرضاوي بيقول اصله حديث يعني سنده صحيح، فنسيبه جايز حد يجي يقول حاجه في الموضوع الموءوده ديت، لكن ما نعملش بيه ولا ايه؟ ولا نهتم فيه. الشيخ غزالي بيقوم عاطله ايه؟ كارت اوت على طول، ما يستناش. بيعترض عليه. مثل مثلا قضية حديث بمسلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما قيل في ام ولده فارسل سيدنا علي وقال له اذهب الى هذا الرجل واقتله، فلما ذهب اليه
وجده يتبرد في بركة الماء، فلما أخرجه وجده مشبوب، مشبوب الذكر، لأن كانت عادة المصريين لما يستخدموا رجالة في مع النساء، يعني رجالة تخدم في القصر يعني وهيحتكوا بالنساء، كانوا يخصوهم ويشبوهم، ما يعملهمش إلا فتحة للمية كده حتى لا تكون عنده شهوة نهائية. فأرسل واحد منهم مع السيدة ماريا، فكان يدخل عليها كعادته فين؟ في مصر وهو مشبوه. فيعني قالوا ان سيدنا علي وجده مشبوه. فسيد الامام الشيخ محمد الغزالي ولاد الحديث ما كان يجب ان يسود به حبر في صحيح مسلم، يعني صحيح مسلم سنده صحيح، يقول لقد اتهمت من هي اهم من ماريا عند رسول الله ولم يفعل ذلك. عندنا قصة في القرآن اتهمت سيدة عائشة، وبيقين ان مكانتها عند الرسول كانت اكبر من مكانته ماريا، ولو كانت الغيرة تأخذ على ماريا بهذا الشكل حتى يأمر بالقتل دون تحقيق لأمر بقتل 100 في عائشة، ولم يفعل ذلك وانتظر الوحي وبرأها الوحي. قال ثم إن علي بل لو قالوا غير علي قد أصدق، ولكن المشهور عن علي أنه لا يمكن أن يطلع على عورة أحد، بدليل القصة الصحيحة ان لما انهار عمرو بن هود بعد ان ضربه بالسيف اندار سيدنا علي هكذا ولم يأخذ سلبه على العاد، فسألوا الصحابة بانتصار كبير لماذا لم تأخذ سلب، قال لما وقع عدو الله على الارض انكشفت سوءه فما استطعت ان انظر اليه او اخذ سلب. يقول كيف يدخل عليه الاه في بركة ثم يخرجه ويعلم انه مجبوب، ثم قال هل معرفة انه مشبوب دي فوجئ بها النبي واصحابه، وهم عارفين اهل مصر وعارفين ان هو جاي وياه مشبوب، يعني كانت الحكاية دي مش سر، يعني كل الحاجات دي خلت زي هذا الحديث ايه لا. فهو دي منهج، يعني ده منهج، هو هنا مش بيشكك في ان الحديث صحيح ويعارض القرآن، اللي زي الغزالي بيشكك في ان الحديث يكون ايه صحيح اصلا، فيبقى الامام زيدي من قوة علمه بالقرآن قالوا لي لو جبتوا لي حديث صحيح هطلعه لكم من القرآن، ودي كلمة صحيحة لا غبار عنها.